Vous me direz quand vous êtes prêt. Prêt. C'est bon pour tout le monde? Hein? Oui? Oui. Okay. Oui. Bon, mesdames, messieurs, je tiens ce point de presse. أيها السيدات والسادة, نعقد هذه المؤتمر الصحفي بحضور مدراء الأمن, وأريد أن أوضح بأنه الأمر يتعلق بتصريح أو بالأحرى بأول مؤتمر صحفي بخصوص التحقيقات الأولية, وأننا سنقدم معلومات الشبه النهائية والنهاية خلال المؤتمرات المقبلة. أريد في البداية أن أتقدم في أولا لأسر ضحايا هذه العمليات الإرهابية والبربرية, وأننا الآن ننعي مقتل 84 شخصا و 220 شخصا أصيبوا بجراحة, منهم من يوجد في مرحلة حرجة, منهم وإضافة إلى 25 شخص الآن في إطار غرفة الإنعاش المركزة. هذا إلى جانب أننا قمنا بوضع مجموعة من الأشخاص تحت العناية, وبالتالي فإننا قمنا إضافة إلى العمل الأمني التي قمنا, فإننا قمنا أيضا بوضع مجموعة من الأشخاص تحت المراقبة. أريد أن أشير إلى أن التزام الأمن والشرطة الذين تمكنوا من القضاء على القاتل وتلافي مجموعة من الضحايا إضافيين, وبالتالي أريد أن أقدم تشكراتي لمجموع الأشخاص العاملين في القطاع الأمني الذين تحركوا على وجه السرعة, إلى جانب الأطباء ومجموع سكان مدينة نيس الذين أبانوا عن تعاون جيد جدا, سواء تعلق الأمر بالتحرك الطبي أو الجوانب المتعلق بالمساعدات رجال الأمن والأطباء للعمل بواجبهم. والأمر كان ضروري جدا لأنه هو الذي قادنا إلى العملية التي ساعدتنا على محاولة تقليص عدد الضحايا, وإننا نؤكد الجميع أننا سنقوم بما يقتضي ذلك عملنا هذا من إجراءات الأمنية لما يساعد ما يدعونا لحماية حياة المواطنين. ولقد قامت الوزارة بتحريك كل الأشخاص الذين يعملون في إطار إمرتها, خاصة المجموعة 64 و65, وقامت هذه الأجهزة بتقديم المساعدات الضرورية, خاصة حينما يتعلق الأمر بالدعم النفسي أو الاستماع للضحايا والجانب الاجتماعي. أريد أن أكد أن هناك تم إحداث لجنة إعلامية وهي يمكن الاتصال بها على الرقم الهاتف 04 93 71 22 22. وسواء تعلق الأمر بالتحقيق الجنائي بتعاون مع المدعي العام في مدينة نيس, فإن أنه بعد حوالي الساعة 1 صباحا تم البدء وتم اعتماد لجنة استنفار قصوى مدعمة بأربعة من القضاة الذين أشرفوا على عملية على التحقيق الجنائي, وأن التحقيق الذي تم بتعاون بين الجهات المركزية والجهات الجهوية في مدينة نيس, فإن الجهات القضائية توصلت إلى أن هناك كان الأمر يتعلق بمحاولة قتل متعمد مع سبق القتل والترصد ضد مدنيين, إضافة إلى قيام بإعداد لعمل إرهابي ضد المدنيين.
وأعود إلى النتائج الأولية للتحقيق وأقول بأنه يوم 14 جويلية خلال الساعة 2:12 ليلاً 11:30 ليلاً قام المتهم بقيادة شاحنة بزينة 19 طن وقام ب وقام المتهم بدهس الأشخاص طوال طريق الإجليس في مدينة نيس وقد تمت وقد استمر عمل الدهس لمدة أكثر من كيلومترين وبذلك أصاب عديد من الأشخاص الذين قاموا الذين حضروا لمشاهدة الألعاب النارية وقد تدخل الشرطة على وجه الشرطة التي تمكنت من قتل المتهم عبر أعيرة النارية وقد توصل رجال الشرطة إلى أن المتهم قد قتل في حينه وأن الشاحنة لم تتضمن سوى مواد عادية جدا إجافة خاصة بأنه كانت لكنها كانت تضمن أيضا توفر على مسدس إضافة إلى سلاح ناري أوتوماتيكي إضافة إلى مجموعة من الأسلحة الأخرى الغير الحقيقية إضافة إلى هاتف نقال ومجموعة من الاستعمالات الأخرى وقد اكتشفت الشرطة أن في الحافلة مجموعة من الأوراق الثبوتية تؤكد بأن المتهم كان يقطن في باريس وأن الأوراق هذه أكدت بأن الشخص أن هناك تطابق بينه وبين المعلومات المتوفرة لدى الشرطة وأن السيد الحويج بوهلال كان يعمل سائقا وأنه تم وضع زوجته السابقة تحت المساءلة النظرية والمتهم معروف أيضا بمجموعة من العمليات المرتبطة بالتهديد وخاصة خلال 2010 و2016 وقد تم الحكم عليه 24 مارس بستة أشهر موقفة التنفيذ لقيامه بأعمال إجرامية وبالتالي فإنه لم يكن لدى المعلومات الجهاز الأمنية أي معطيات أخرى بخصوص التهديدات ولم يقم بأي عمل بالتوجه أو لم يكن لديه أي توجهات راديكالية أو توجهات متطرفة وأن هذه العمليات التي ساعدت على وضع اليد على الشاحنة تم الحصول عليها في 14 يوليو من محمد بوهلال الذي وصل لوحده على دراجة وجدت في خلف الشاحنة ثم اتجه إلى غرب المدينة ظهرت الشاحنة بعد ذلك في حي مانيو قبل أن تتجه إلى الكورنيش وتم فحص الشاحنة ووجدت بعض التجهيزات الإلكترونية وغيرها من الوثائق وهي بصدد الاستغلال البحث والدراسة وقد قلت لكم إن التحقيقات بدأت لإكمال أو لدعم عمل المحققين حول المعطيات الكثيرة في المراقبة التلفزيونية والمعلومات الموجودة لتحديد الظروف التي حصل فيها المعني بالأمر على السلاح الذي استخدمها وعلى الشاحنة وتحديد أيضا إن كان هناك مساعدة تم تقديمها له وأيضا على تحديد الروابط الممكنة لمحمد بوهلال مع المنظمات الإرهابية الإسلامية لأني أذكركم
هذا الهجوم لم يتم الإعلان عن مسؤولية أي جهة، ولكن هناك دائما دعوات مستمرة لاستخدام العنف بالطرق المختلفة من خلال الوثائق التي يبثونها. شكرا على انتباهكم، وسوف نحيطكم علما بأي تقدم حاصل في التحقيق. شكرا.